اليوم كاين واحد الوقفه احتجاجيه ديال مهني سياره الاجره اللي تحتجوا على واحد عدم تنفيذ واحد القرار اللي بالفعل انه خداته السلطات المركزيه واللي بالفعل هو معمم في المغرب كامل، ولكن جاوا في الدار البيضاء تطبقوه فقط على مونتاكسي، وهو انه تقليص العدد الركاب ب 50%. ففي الوقت اللي مونتاكسي مفروض عليه هز ثلاثه ولا تجاوزهم انهم تيدخلوا الفوريان، تلقاهم مطلوقه العينان للترامواي والحافلات تيهزوا لو سيغشارج، كان هاد كوفيد كاين غير عند موالين التاكسيات. كذلك ان هاد الوقفه جا التنظيم ديالها بخصوص عدم امتثال او تنفيذ بعض القرارات المتخذه من طرف لجنه اليقظه، مثلا بالنسبه للناس ديال التامين، الناس ديال التامين تنعرفوا بان الناس ديال الطاكسيات راه كانوا شبه متوقفين على العمل، وهما مازال متوقفين الان، لانه من تنقول ثلاثه راني متوقف على العمل، وبالتالي انه ما تلقاوش ان هذه المؤسسات ديال التامين يعني تعاملت بوطنيه مع هذه المساله، لان حتى في الفتره ديال اللي كانت يعني كان فيها حجر صحي، بقات العجله تتحسب، يعني ما وقفوش العمليه ديال التامين ديالها ثلاث شهور ولا اربع شهور، والان ان الناس ديال الطاكسيات هما رغم ان القسط ديال التامين بالنسبه للطاكسي راه مرتفع بزاف، تيطالبوا باداء هذه الفتره اللي كانوا واقفين فيها. كذلك تنجيو هذه المساله حنا كاتحاد العام مقاومه المهن تنسجلوها على المؤسسات ديال التامين، وتنسجلوها كذلك على الابناك، تنقولوا ان هاد الناس هادو ما تعاملوش بوطنيه مع الناس، لان رغم انه القرار ديال تاجيل الاله القروض اللي خداته لجنه اليقظه تلقاو ان الابناك ما دارت به حتى حاجه، حتى المساله ديال ضمان اكسجين اللي خداته الدوله الابناك ما تفاعلتش معاه، وبالتالي اليوم تلقاو هاد الابناك اللي هي ربحات طيل الحياه ديالها والوجود ديالها في المغرب مع هاد النوع ديال الزبناء، اليوم ما تتعاملش بوطنيه وتبغى تربح حتى في هاد الفتره ديال الحجر الصحي. عندنا واحد المساله اللي بالفعل اننا تنقولوها بالنسبه للرخص ديال استغلال سياره الاجره، تنقولوا كفانا مع الريع، صاحب الجلاله ما فاتئ ينادي باننا نقطعوا مع هذه المساله ديال الريع. اليوم بالفعل تنقولوا الطاكسيات معطيين للمعاقين، كاينين عند الاراميل ديال الجيش، كاينين عند الاراميل ديال المقاومين، هاد الناس هادو حنا ما تندوش عليهم، تنقولوا ان تفرض واحد المنحه سنويه على المستغلين ديال سياره الاجره والعاملين فيها، ومقابل انها تعطى كمنح لهاد الناس، الا كانت واحد 10000 درهم ولا 12000 درهم في اطار واحد الضريبه تضامنيه غادي يديها مونتاكسي سنويا باش نغطيو بها هاد الناس ديال المعاقين مرحبا، ولكن كفانا من الريع، ما كفانا من واحد عنده 10 15 طاكسي ومهني خدام 40 سنه باقي انه كاري، هاد المساله خصنا نقطعوا معاها، وهاد الناس اللي عندهم الفلوس يجيو يستثمروا، اما الريع خصنا نحبسوا معاه.